الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الخليجيه وصوت العرب. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين في كل حلقه ان نستضيف لكم النخبه من ابناء وبنات هذا الوطن. رحبوا معي اعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الاسبوع مع رجل الاعمال المستثمر السوري الاستاذ كنان، وهو اخصائي العلوم الشخصيه في إمارة دبي وبجميع أفرعها في الشرق الأوسط. طبعاً أعزائي المشاهدين، هذه قصة نجاح سوف نثريها لكم خلال هذا اللقاء التلفزيوني. وكما هي سياسة برنامجنا، برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، أن نعرف السادة المشاهدين بضيفنا. بالبداية أستاذ كنان، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أسعد الله كل أوقاتك، وشكرا لهذه المقدمة اللطيفة، وإن شاء الله نكون قد الوصف الذي قدمته. الله طول بعمرك. الشرف بالتواجد على أثير أو على أرض قناتكم. الله طول بعمرك. يعني أستاذ كنان، كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، نعم، أن نعرف السادة المشاهدين من هو ضيفنا، وكما هي حلقة توثيقية إليك وللأجيال القادمة، أن نعرف السادة المشاهدين وحفظا للألقاب، كنان أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. جميل. أول شيء أنا كما يلاحظ جميع المشاهدين، أنني من جيل الشباب، لذلك والحمد لله رب العالمين نشأت في الجمهورية العربية السورية، نعم، وتحديدا في محافظة السويداء، نعم، جبل العرب، نعم. طبعا الحمد لله درست في مدارسها وتعلمت هناك، تقدمت في المراتب العلمية ونلت إجازتين الحمد لله رب العالمين. الإجازة الأولى كانت في التاريخ من جامعة دمشق، نعم، والإجازة الثانية كانت في مجال علوم النفس، وحصلت أيضا على دبلوم التأهيل التربوي. نعم. طبعا خلال هذه الفترة نشأت لدي قدرات ومواهب والحمد لله والفضل لرب العالمين في موضوع دراسة وتحليل الشخصيات الإنسانية أو فهم النفسية الإنسانية، وذلك منذ عام 2011. نعم. ألفت العديد من الكتب، بدأت في التدريب تحديدا عام 2017 تقريبا. نعم. إلى أن جاءت الحمد لله فكرة إنشاء مكتب أو مركز تدريبي مؤهل ومعني في العلوم الشخصية التي أهوى وشغوف جدا في البحث فيها، والحمد لله من هنا بدأت الحكاية. شاب موهوب لديه طموح، أسس مشروع وفكرة وانطلق بها مع فريق عمل شبابي أيضا رائع بامتياز، وهذا ما سوف نتحدث فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، بدأت في العديد من المراكز. طبعا الحمد لله كانت سمتي في الجمهورية العربية السورية صديق الجميع، نعم، في المراكز التدريبية، نعم، على مستوى عدة محافظات، دمشق، السويداء، اللاذقية، حمص، زرنا أيضا محافظة حلب، وكان لدينا العديد من الجولات والفعاليات المهمة. بدأت الفكرة أنه يجب أن يكون لدي مقر أو مكتب خاص كي أمارس في أفكاري، نعم، التي أريد أن أستثمرها في الواقع التدريبي والتنموي والعلوم، نعم، الشخصية تحديدا، نعم. فجاءني الاسم أولا، أنه بيرسونال أي شخصية أو يرتبط بالنفس، نعم. فمن هذا الاسم صنعت خطة عمل، صنعت واقع عمل، بدأت الأعمال. طبعا اختيار المكان، اختيار الفريق، الترخيص لهذا المشروع، وكان منذ البداية فكرتي هي الانتشار، ودائما أنا شعاري في التدريب الانتشار وليس الانحسار، نعم، بمعنى أنا أحب دائما الانتشار. التواجد في أكثر من منطقة وأكثر من دائرة، نعم. فبدأنا في سوريا والحمد لله، وانتقلنا إلى كاسم وكممثلين أيضا إلى أكثر من دولة، نعم، لأذكرهم لك أهم الدول التي انتشرنا فيها، دولة مصر أيضا، نعم، العربية، إلى طبعا كل التحيات لكل أهلنا في تلك البقاع، بالإضافة إلى العراق، لبنان، الأردن بصفتي أيضا ممثل لصناع التغيير العرب، أيضا تواجدنا ضمن دولة تركيا، نعم، والآن في هذه الدولة الكريمة المباركة فعلا، التي تختص في رعاية وتحقيق وتنفيذ الفكر التنموي، التنفيذ الحقيقي. قلت جملة عندما دخلت الإمارات، قلت جملة
هنا تتعلم الإدارة عندما تتجول في شوارع هذه البلاد. نعم. فالحمد لله بيرسونال بدأ هنا بخطط فكرية ببناء ببناء ما يسمى بخطة عمل بالتعاون مع فريق الحمد لله شبابي بامتياز. سيدي الكريم، أغلب من يتعاون معنا في هذا المشروع وفي هذا المؤسسة والمركز هم لا يزيدوا عن 32 سنة أو 42 سنة. سوف نتطرق إلى فريق العمل الموجود معك أكيد إن شاء الله. نتكلم عن أبرز وأهم الخدمات اللي بتقدمها أنت من داخل الشركة بتقودها سواء في دولة الإمارات وجميع أفرع شركة العلوم الشخصية والإدارة والتدريب بقيادة الأستاذ طبعاً كنان. نتكلم عن أبرز وأهم الخدمات اللي بتقدمها يا سيدي. جميل. بالصراحة بدي ركز على كلمة خدمات، وهي خدمات. نعم. فعلاً، لأن من يتعاون مع بيرسونال وهذا تحدي يثبت أنه تعاون مع مؤسسة أفادته شخصياً. نعم. انتبه أستاذي، أفادته شخصياً. نعم. لماذا؟ لأنه نحن نركز بالدرجة الأولى على الفرد، على الشخص. فأهم البرامج التدريبية هي برامج علوم شخصية كدورات تدريبية مثلاً، التركيز على العلوم التي تفيد الشخص في معرفة نفسه كعلم الفراسة، لغة الجسد، دراسة الخط والتوقيع، كلغة الصوت مثلاً، الفراسي في مجال العمل والمهني، وهي من البرامج المميزة التي يقدمها بيرسونال. نعم. بالإضافة لدورات الإدارة كإدارة الأفراد بفاعلية، فن الإلقاء والتقديم، العديد من الكورسات. لدينا ما يقارب 32 برنامج تدريبي. نعم. الحمد لله نفذ منها الآن العديد من البرامج على مستوى دولة الإمارات، مركز على الجانب الإلكتروني عن بعد، تدريب عن بعد كونه مقتضيات الفترة الحالية. من المهم أن نركز على برنامج الاستشارات، استشارات خاصة، استشارات عائلية، الاستشارات الإدارية، لدينا الحمد لله مختصين في هذا الموضوع. وأيضا نعمل في مجال دعم المواهب فكريا وفينا نقول عمليا أو مهنيا. ففريق بيرسونال الموهوبين في الغالب. فيما يتعلق بالمنافسة حدث ولا حرج، لكن نحن شخصيا لا نعتبر أن هؤلاء منافسين، إنما شخصي أشخاص يثبتون عملهم كلهم بطريقته، كلهم بطريقته، يعني كل واحد عم بيعمل ما يخلص ذاته بالنهاية. بالنسبة لنا لدينا اختصاص خاص، لدينا مادة خاصة، لدينا خط عمل خاص، لدينا جيل خاص نتعامل معه بدرجة أساسية. نعم. بالنسبة لموضوع المنافسة صديقي، بالنسبة لموضوع المنافسة هناك تعاون. نعم. منذ زيارة لحظة زيارتي ووجودي في هذا البلد المعطاء حقا. نعم. زرت العديد من المراكز والعديد من المؤسسات التدريبية، ولا أزال أخطط لزيارتها. للصراحة أنا كشاب في هذا العمر جئت إلى هذه الدولة باحثاً عن أمرين، عن مشروعي لأنني سأجده هنا، لأن هناك فعلاً فكر استثماري رائع وسوف نتكلم عن ذلك، ولأنني أيضاً أرغب في اختبار مادة بيرسونال واختصاصاته على أكثر من فئة مجتمعية. فالحمد لله انتشارنا المبدئي جيد، هناك استجابة مبدئيا جيدة، هناك بناء اسم وبناء سمعة وبناء تواجد رسمي، وإن شاء الله الخطط تتزايد مع مرور الأشهر. الشعبية قد تكون هذه الشعبية نتيجة خصوصية الاسم أو خصوصية المجال، لكن نحن لكي نكون واضحين وصريحين، نحن لا ندعي لحد الآن الانتشار الواسع، إنما نبني الانتشار الواسع. وعبر منبركم الكريم أنا أدعو أي اقتراح أن يقدم لنا، وأي أيضا مساهمة في الفكر الإنمائي لكي نمارسه سويا. للصراحة الشهرة تعتمد على الفريق، على القائمين على العمل، على الروح الجماعية الموجودة في بيرسونال،
ومن الملفت جدا كل شخص في بيرسونال يمثل نفسه ويمثل مؤسسة، لكن دائما هناك ما يسمى بالمساعي الشخصية، بالامتيازات الشخصية نعتمد عليها، ونورد هذا الفكر ونستقبل الجميع ونرحب بالجميع ونتواجد مع الجميع، وهذا أمر قد يكون بعون الله تعالى وبعون المحبين والإيجابيين أن يكون سبب في استمرارنا في هذه المنطقة. السؤال الثاني جدا حساس. السؤال الأول، الرؤية أن تصبح مؤسسة بيرسونال أحد المؤسسات التي تخرج مواهب منتجة مجتمعية، منتجة عمليا، منتجة مهنيا، تحقق عائد، تحقق استثمار شخصي، أن يتم تقديم برامج تدريبية، كتيبات مستقبلا، أن تكون جهة منتجة للفكر التنموي. نعم. بالإضافة لأن يقال أنه هذا الكورس أو هذا المادة تأخذها من بيرسونال. نعم. بالإضافة لي شخصيا لدي طموح عالي جدا في التواجد والانتشار، وأنا رسالتي هي الفائدة. نعم. ودائما أركز وضعوها بالشعار الكبير القادم أبهى، هذا هو، هي رؤيتنا. نعم. عمليا. نعم. فرؤيتنا إثبات لكل مستفيد ومتعامل معنا أنك تستحق أن تكون الأبهى. هذه هي رسالة. يا دي بعد عمري، يا موطن عزتي وفخري، يا علي ما خلا منها بلادي، بلادي واسألوا عنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها، عن الماضي وعن الحاضر وعن طيبة مواطنها. إماراتي 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 إمارات. دولة الإمارات أنا برأيي دولة لبناء السعادة، السعادة سواء كان على الجانب الوظيفي، على الجانب المجتمعي، على الجانب الشخصي، لكن كل حسب نواياه في دخول هذه الدولة. أكيد. أنا أتمنى والحمد لله رب العالمين نيتنا البناء، بناء لبنة فكرية وعلمية ضمن هذا المكان، ونحن جهة تعد قدر الإمكان لكي نكون صريحين جهة ناشئة تمام ضمن هذا البلد طبعا. لكن نعمة الأمان هي سبب الرضا وسبب الاستقرار في هذا البلد. نعم. وأنا برأيي وكما ذكرت عبر مواقع التواصل الخاصة بي، من يمشي في شوارع الإمارات وخاصة دبي أو الشارقة أو أبوظبي أو العين أو بغض النظر عن الإمارة. نعم. يتعلم الإدارة وممارستها. نعم. وما شاء الله تحديات تدريب كبيرة، الفكر الاستراتيجي واضح، هناك تحديات في البرامج التدريبية، ونعد من يستمع أننا سنقدم برامج مختصة لواقع هذه البلاد ورؤياها إن شاء الله. شعبها هو سرها، واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها، في حبها من حقها نرزف نرزف لها، السعادة كلها كلها نضربها، اجمل مثل ونفلها.